أنا أوسة محمد الحلو، بنت محمد الحلو طبعاً أنتوا عارفين، حفيدة محاسن الحلو، وأخت لوبا محمد الحلو برضو. كلنا بقى عيلة، ما أنت عارف يعني. عائلة الحلو اللي أدخلت الشركة في مصر من حوالي 150 سنة. طبعاً أنا بحب الشركة، وأمنيتي إن ولادي كلهم يطلعوا لاعبي الشركة ومدربين. أنا عن 7 بنات، ولقيت 2 من 7 اللي هي لوبة وأوسة اللي بيحبوا الحيوانات. بابا من صغرنا احنا يعني لو هننزل هنروح في حته كده السيرك، اوكي. انا ولوبا كنا مرتبطين قوي بالسيرك، بس لوبا كانت اكتر. لوبا يعني دخلت القفص وهي عندها 3 سنين. انا كنت مهتميه شويه بالدراسه، انا خريجه بكالوريوس تجاره قسم محاسبه من جامعه عين شمس. أوسة كانت عندها ميول للتدريبات، وطبعا اي بنت بتحب الحيوانات كانت تملي لما بيكون في اجازتها بتيجي تقف معايا في التدريبات وبتشوفني بضرب ازاي وبدخلها مع الاسود. وبعد كده لما لقيت ان عندها ملكه التدريب ابتديت اعمل لها نمره. بابا طبعا هو اللي معلم الحيوانات دي، بس لازم اكون انا واقفه معاه. وبسم الله ما شاء الله ربنا يديله الصحه، يعني بابا عنده ملكه، ممكن يخش على اي اسد كبير صغير ما يفرقش. يعني بابا معلمني انا ولوبا ان احنا بنعرف نروض ومدربين في نفس الوقت. المروض اللي هو اللي بيعلم الحيوانات، المدرب انا ممكن يعني اللي هو بيأدي الشو، بس ما بيعرفش يجيب اسد صغير مثلا ويعلمه التركات اللي بابا بيعملها. طبعا لازم اعرف كل اسد او نمر بتعامل معاهم ازاي، اعرف بياكل ازاي. بابا يقول لي ده اول كورس. طبعا بابا بيقف يرمي الاساس زي ما بيقولوا، ببقى انا طبعا واقفه معاه اشوف هو بياكل ايه، بيحب ياكل ايه، لان كل اسد والنمره عندي ما بياكلوش زي بعض. اشوفه بياكل ازاي، سلوكه ايه، احاول على قدر الامكان ما اخلوش يستعمل ايده، يستعمل بقه، احن عليه. الحيوانات بتيجي بالحنيه ما بتجيش بالضرب. برافو. ما ضربتش حد فيهم. ما بضربش، هو بس عشان قدام الناس، بس اللي هو مكمل للشو مش اكتر. برافو. يلا 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 برافو يا امرايا. يلا برافو يا نونا. انتي نونا. العقاب ان انا اخشن صوتي وان انا ما ادوش لحم. هما كانوا بيحبوا الحيوانات جدا، وهم اللي شربونا الموضوع ده من صغرنا. كانوا بيجيبوا الحيوانات واحنا صغيرين، واحنا صغيرين نقعد معاهم ونشربهم اللبن ويقعدوا معانا في البيت. فهي ممارسه وتعود، وفي نفس الوقت اكتر حاجه الموهبه. انت بتتكلم في جينات 100%،
لازم اطلع كده.